قل لي أيها القاضي، ما قولك في القرآن؟ القرآن مخلوق. من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله تبارك وتعالى، لأن القرآن كلام الله. ثم أخبرني عن الله سبحانه وتعالى حين قال اليوم أكملت لكم دينكم، هل كان سبحانه وتعالى هو الصادق في إكمال دينه، أم أنك أنت الصادق بنقصانه حتى تقال مقالته؟ تشكل مسألة خلق القرآن أخطر القضايا المثارة في التاريخ الإسلامي في العصرين الأموي والعباسي، ولا تزال هذه القضية تحتل موقعاً في السجال حول كيفية قراءة النص الديني. فما هو أصل هذه الإشكالية ومن قال بها؟ خلق القرآن أو كما عرفها البعض بمحنة خلق القرآن هو فكر انتشر في عهد الخليفة العباسي المأمون من قبل فرقة المعتزلة، والتي تعتبر أن القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق، وهو ما ابتدع القول به الجهم بن صفوان. اقتنع بهذا الرأي الخليفة المأمون وطلب بنشر هذا الفكر وعزل كل قاض لا يؤمن به، وهو ما لقي معارضة واستهجان كثير من الأئمة مثل الإمام أحمد بن حنبل الذي تحمل الكثير من أجل ذلك، حتى قام الخليفة المتوكل بإنهاء هذه المحنة وأفرج عنها. وأصل هذه المسألة شبهة قديمة أراد أن يثيرها يوحنا الدمشقي، والذي قال إذا كان القرآن غير مخلوق فهو أزلي، وبالمثل فإن النبي عيسى أزلي لأنه كلمة الله، وإن كان مخلوقاً فهو منفصل عن قدسية الله مثل باقي المخلوقات. وأسباب نشوء المحنة كانت محاولة الخليفة العباسي المأمون فرض آرائه الفلسفية حول مواضيع عدة، كان ذلك يتلخص في سؤال واختبار أشخاص بعينهم فيما يرونه من وجهة نظرهم بخصوص ما إذا كان القرآن مخلوقاً أم لا. كل الطوائف أجابت عليه بأن القرآن هو الكلمة التي لم تمسها شائبة منسوبة إلى الله، بما يعني أن القرآن كلام الله ولم يخلق. وكانت المسألة هل القرآن مخلوق أم أن القرآن هو كلام الله؟ وقد اتخذت ذرائع ضد من رفض الزعم بخلق القرآن، بما فيها الفصل من الوظيفة العمومية والسجن وحتى الجلد أحياناً. واستمرت المحنة بعد وفاة المأمون وفي عهد خلفه المعتصم بالله والواثق بالله، وانتهت عام 861 للميلاد بوصول المتوكل على الله. أتى قول المعتزلة بأن القرآن مخلوق وليس أبدياً تطبيقاً عملياً لاعتماد العقل في تفسير الشريعة الإسلامية، واستندوا هنا أيضاً على نصوص دينية لدعم حجتهم في هذا المجال. وانطلق المعتزلة من مسألة صفات الله بعد أن قرروا وحدة الذات الإلهية وصفاتها، وقرروا نفي الصفات الزائدة عن الذات، وتحولوا إلى النظر فيما ورد من هذه الصفات داخل النصوص الدينية عبر إخضاعها إلى التأويل العقلي.